وقف طلعنا بدنا نزور الرفيق الروح واجره ما معنا. وقف طلعنا يا عيني وقف طلعنا نطرنا محبوب القلب والمشوار بعيد. يا وهلي يا وهلي من الحب نراها نوبة جيد. نطرنا محبوب القلب هو المشوار بعيد. يا وهلي يا وهلي من الحب. اهلا بالاستاذ. اهلا وسهلا. اهلا بالاستاذ الكبير. يا عيني يا حنسمع فضلوا 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 خي فضلوا اليوم احسن طرب. العارس شمس وعم تصبح وعلينا عم بتطلع. العارس شمس وعم تصبح وعلينا عم بتطلع. نخيره مثل المدفع ورسم الله يا اخوان. ورسم الله يا احنا لينا شخصيتنا واغانينا الخاصه وما مغنيش لحد ابدا. لا اروح بلا شخصيه بلا شمسيه. قد احنا طلعنا من الفرح من غير عشاء ومن غير فلوس وكانوا حيموتونا كمان. واحد يتحرك من المطرح. مضطر اعرف سبب وجودكم هنا ولو كان فيها جرح لشعورك. انجرح يا حبيبي انجرح. ولها اخويا يا غانم راجل شديد جدا ولو في يوم ما طعتوش بيحبسني جوات البيت وما بيخلينيش لا اكل ولا اشرب 3 ايام. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. اخوك يا مركيز مدهش. صباح الخير. اهلا وسهلا. اتفضلي. ده فين فوجئ ريحتها الولد عنده شي ساعتين بس لا بين ما اغسل للجماعه واش. نبيله. نعم. جرى ايه في الطباخين؟ الاعلانات اللي في الجرايد ما جابتش نتيجه. اي طباخ بيجي وبيعرف شروطنا بيعرف. شروطي قاسيه فعلا. اسمي فؤاد فهمي عمري 29 سنه صنعتي مغني من الدرجه الاولى. إيه؟ يعني مغني بغني قصدي وانا بطبخ يعني. اسمي كمال العيان. والعياذ بالله يا لطيف انت لازم تغير الاسم ده حالا. بتهيألي ان فؤاد شاب غير كل الشبان. حبيبي اتبقني ووصل له السلام. وصل رايح تحت الليموني اتقابل مع نور عيوني. رايح تحت الليموني اتقابل مع نور عيوني. لما العزال يشوفوني رح بيجنوا. يا حرامي يا حرامي يا حرام. أصلي كنت معدية من قدام الفيلا قلت أزورك وأطمن عليك. طمني علي أنا. أيوة أو أتعرف على أخوك المركيز. يا
شجرها وشعرها شجرها وجبنها ياها بدر وضاوي شجرها وشعرها شجرها وجبنها ياها بدر وضاوي يجفونها يا رموش عيونها تجرح بقلبي ومداوي شجره وشعرها شجره وانا كمان بيتهيألي دلوقتي فؤاد قاعد كده ومتمدد على شيزلونج وحواليه الجواري والحسان ويقول لهم انا عايز سعاد. ها الغدا جاهز؟ ساعة واحدة ويكون جاهز. يعني يا عيني ساعة؟ اه انتوا عارفين غدا المركز الساعة 12 بالضبط ودلوقتي 12 الا ربع. 12 الا ربع؟ انا رايحه لغايه فيله الانسه سعاد. ايوه اديها كارت الحفله وعاوزه لما ارجع يكون الطبيخ جاهز. سامعين؟ اني لقيت الانسان اللي ما يعرفش يكذب ابدا. ليه انت بتكرهي الكذب؟ ايوه لاني ما اكرهش حاجه في الدنيا قد الكذب. مرحبتين ومرحبتين وين انا هدب بك وين محمود وين معروف وين الياس وين حسين. مرحبتين مرحبتين وين انا هدب بك وين مرحبتين مرحبتين وين انا هدب بك وين محمود وين معروف وين الياس وين حسين. المهم عملت الترتيبات اللازمة ان هذه الغادة الحسناء لما حتشوفني حتتلاشى في حبي وغرامي والسكس بتاع عينيك. من اول نظرة مهما وصفت ما اقدرش ابدا او في حق وصفك يا خليفة فينوس. انا اشكرك على المجاملة اللطيفة دي يا حضرة الماركيز. الانسة سعاد. ومين بيعرف منكم مين شو ما
عرفت حل الحزورة. هيدا قلب الشحرورة. عرفت حل الحزورة. هيدا قلب الشحرورة. عرفت حل الحزورة. هيدا قلب الشحرورة. برافو عليكم يا حلوين، ربحتوا قلب الشحرورة. لكن اللي اتكلم بالنيابة عنك وخطبني علشانك أخوك. انت بتتكلمي جد؟ إذا كنت مش مصدق أسأله. ده واحد مفلس ما اشتغلتش ساعة في اليوم تموت من الجوع. إيه العمل؟ أرجوك ما تشوشي أفكاري، سيبني أقدر أفكر إزاي هقدر أمثل عليها. يا عيني. هقولي إنك ما سمعتيش الكلام ده، قولي إنك بتكدبي عليا. للأسف سمعت بودني وشفت بعيني. وعامل لي أخو مركز حضرتك؟ كان فكرك إيه من الحكاية دي؟ انت فاكر ان المركز يخليك محترم في نظري ويخليني احبك؟ ده مش ممكن، انت ما عندكيش فكره قد ايه بحبها. لازم تضحي عشان خاطر صديقك. يا استاذ اسيبه عليك؟ ده ايه ده، فن يا بيه. طيب يا سيدي، بس دي الغنوه مسجله دلوقتي وهنديها للتلفزيون. طيب وهشوفها الناس كلها. ما دارش. طيب ده اسم انا المخرج هنا. طيب عرفوك. غريبه عجيبه حكايه قلب مع الحبيبه، حكايه غريبه عجيبه. حضرتك تعلن خطوبة سعاد على كمال وكده يتجنن. مش ممكن مش ممكن، انا بحب سعاد. قولي انت هتتجوزني ولا لا؟ ها؟ انا والله مش مستعد لحكاية جوازات دلوقتي. ارجوكي ارجوكي ابعدي المسدس ده عشان نعرف نتفاهم بالكلام، بلاش الرصاص. سعاد بتحبني انا يا فؤاد، سامحني. مبروك يا تمام. شكرا يا فؤاد. مساوي. مبروك يا سعاد. مرسي. لا رايك. رجع كمان. قرب انت لونيك. تعال انت واقف، واقف جنب عروستك.